طلبت الاتصال مجددا من بروكسل بفاطمة الراجي وهي مقاولة مغربية. صباح الخير سيدتي. صباح الخير سيدي. السلام عليكم. أنا وسهلا. نود أن تضعين في أجواء ما بعد يعني اعتداءات بروكسل وتأثير هذه الهجمات على ربما على الجالية العربية في أوروبا وبلجيكا على وجه الخصوص. القضية كانت صعيبة البارح، دونك النهار كله حنا كنا مبرسطين مع هذا الشيء اللي وقع، ولكن الحمد لله أنا حليت المجازان ديالي البارح، جاو عندي كليان كانوا محتاجين يهضروا، محتاجين يعرفوا بزاف ديال الآراء، دونك النهار كله كمناشطة اجتماعية في المحل ديالي مع الناس البلاجكا اللي كانوا مساكن مصدومين، وقعوا بزاف من مغربيات هي مسكينة ماتت. مي الحمد لله اليوم في الصباح كاينين شويه ديال المتروات اللي حلو، دونك الحياه بدات تتاخذ شويه في المحل العادي كم بحال الايام العاديه، ولكن مازال شويه الناس مخلوعين. بروكسل خاويه، بزاف الناس ما مشاوش للخدمه ديالهم ولا مشاو على رجليهم. نعم، إذا هناك حالة من يعني أجواء ترقب وخشية من ربما ما يعني قد يحدث. نعم، مع داك الشيء اللي وقع البارح يعني جوج انفجارات متتالية، دونك الناس مخلوعين خايفين لا تكون انفجارات أخرى. وما تأثير ذلك على الحركة الاقتصادية وأنت أيضا يعني لك مقاولة في بروكسل؟ هل تعتقدين أن الأمر يعني سيؤثر بشكل يعني كبير على الحركة الاقتصادية هناك؟ وي، على حساب أي ميدان، الميدان ديال الأكل، ولا أنا عندي مجازان بيو، دونك الناس كيجيو كانت شوية القضية بحال اللي كاينة شي حرب ولا هذا، كياخذوا بزاف وأكثرية بغاو يهضروا، الأكثرية بغاو يهضروا، سي سور غادي يكون شي شوية ديال بالنسبة للدومين الاقتصادي غادي يكون شوية ديال ما غاديش يكون بحال دايما. نعم، أشكرك جزيلا. شكرا فاطمة الراجي مقاولة المغربية، كنت معنا من بروكسل.